بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبد الرحمن مصطفى، وفي الفيديو ده هنكمل كلام عن ماتلاب ان شاء الله. احنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن البيزك فانكشنز، اتكلمنا عن البلوت، اتكلمنا عن الامبولس والسب بلوت والترانسفير فانكشن، وازاي ان احنا نعمل امبولس، يعني اننا نرسم امبولس. في الفيديو دوت هنتكلم عن حاجة تانية في الكنترول تول بوكس. يعني احنا عارفين في اللابلاس، يعني احنا عندنا اهو اللابلاس، لو انا عاوز اجيب الانفرس لابلاس، يعني اللي هو ال L negative 1 وعندي f of s، بيبقى سهل ان انا احط f of s دي على صورة partial fraction. partial fraction، يعني ايه ان انا احطها على صورة partial fraction؟ خلينا ندي مثال الاول. يعني احنا عندنا هنا f في s بتساوي negative 4 s plus 8 على s squared plus 6s plus 8 برضو. ماشي، هل انا اعرف ان انا اعمل inverse plus للكلام ده؟ انا عندي هو response كبير، دي response، دي يعني transfer function بالنسبة لي، دوت ال output على ال input مثلا. هل انا اعرف ان انا اجيب ال inverse بتاعها، ان انا اجيبها في التايم، يعني ان انا اجيب f of t؟ في الحقيقة الموضوع هيبقى صعب شوية. فبيسهل الموضوع دوت ايه؟ ان انا استعمل حاجة اسمها partial fraction. ال partial fraction دوت حاجة كنا واخدينها قبل كده في ال integration، واخدناها برضو في Laplace قبل كده، ان احنا يعني الكلام دوت نخلي f of s بتساوي a على fraction plus b على حاجة كمان برضو، على حاجة تانية. فاحنا كنا بنعمل ايه الاول؟ كنا بنحلل ده، يعني احنا كنا بنجيبه ان هو في ال simplest form بتاعته. فاحنا هنا عندنا مثلا s squared، يعني هيبقى عندك هنا s و s وحاجتين ضربهم 8 ومجموعهم 6، يعني عندنا s plus 4 و s plus 2. بعدين كنا بناخد ايه؟ كنا بناخد كل قوس لوحده ونحطه تحت هنا، يعني احنا يطلع عندنا f of s بتساوي a على s plus 4 ديت ايه، خلينا نحطها ايه كابيتال علشان تبان انها ايه، ديت s plus b على s plus 2. فاحنا دلوقتي عاوزين نجيب ال a، عاوزين نجيب a وعاوزين نجيب b، اننا جبنا الاربعة ديت وجبنا الاتنين دي. طب ماشي، عاوزين نجيب ال a وعاوزين نجيب ال b، هنعمل ايه؟ هنضرب الطرفين دول، يعني احنا عندنا دلوقتي دوت بقى نيجاتيف 4، نيجاتيف 4 s بلس 8 على الكلام ده، على s بلس 4 في s بلس 2 يعني. فاحنا نضرب الطرفين في s بلس 4 في s بلس 2. فاحنا هيتبقى عندنا هنا نيجاتيف 4s بلس 8 بتساوي ال a، ال s بلس 4 هتطير، فيبقى عندك a في نفتح قوس s بلس 2 بلس b نفتح قوس s بلس 4، عشان s بلس 2 هتطير وهيتبقى لك ال s بلس 4. فاحنا عاوزين بعد كده نجيب ال a وال b. فهنقول مثلا ال coefficients بتاع ان ال coefficient بتاع ال s اللي هو negative 4 ده ال coefficient، ماشي، negative 4 دوت بيساوي ايه؟ هيساوي عندي ال s plus، يعني هيساوي عندي ال a plus b. فانا كده بقى عندي a plus b بتساوي negative 4. طب بعد كده
عندي برضو الفري تيرم بتمانية. تمانية دي هتساوي ايه؟ هتساوي 2a. هي دي 4، دي 4. لا ثانية، دي 2، دي 4، هتساوي 2a بلس 4b. يبقى عندك 2a بلس 4b. من ديت احنا نقدر نجيب هنا ان a مثلا بتساوي ايه، بتساوي 4، سوري، 4 ناقص 2b، ونقوم معوضين بيها هنا، فهيبقى عندك 4 ناقص 2b زائد b يبقى ناقص b، بتساوي نيجاتيف 4. هيطلع معاك ال b بتساوي 8. b بتساوي 8، هترجع تعوض بيها هنا تاني، فيبقى عندك ايه، بتساوي 4 ناقص 16، يبقى ال a نيجاتيف 12. هيبقى عندك f of s بتساوي نيجاتيف 12 على s بلس 4 بلس 8 على s بلس 2. الكلام ده هنعرف اجيب له ال f of t بتاعته بسهولة، يعني انا اعرف اعمل له inverse Laplace بسهولة. طب احنا دلوقتي عاوزين نجيب الكلام دوت في الماتلاب نفسه، هنعمل ايه في الماتلاب؟ هنستخدم function اسمها residue. residue ماشي. residue ديت بتاخد arguments ايه؟ بتاخد arguments عندي b و a. b و a دول arrays، يعني انا عندي هنا array ودوت array. ماشي، arrays لإيه بقى؟ b ال array بتاع ال coefficient بتاع ال numerator، يعني هاي ال b هنا تبقى negative 4 و 8، و a ال coefficients بتاعت ال denominator، فهنا هتبقى 1 6 8. بيرجعوا ايه؟ بيرجعوا تلات حاجات، r و p و k. ايه ال r وال p وال k؟ ال r عندي ديت array فيها ال coefficients اللي فوق، يعني هي ال r هتساوي ايه؟ negative 12 8. ماشي. طب ال p، p ديت هتساوي ايه؟ هتساوي اللي تحت ده، بس هتساويه في صورة ايه؟ يعني انا عندي s minus pn، وعندي s لغاية، يعني احط نقط هنا لغاية s minus p0. فال p هنا هتساوي negative 4 negative 2، عشان هي المفروض اصلا انها بتبقى محطوطة في صورة minus. والكي، الكي دوت بقى اللي بيبقى الكوفيشنت اللي هنا، يعني احنا هنا عندنا المفروض كي اوف اس، كي اوف اس دوت بيبقى كوفيشنت، بيبقى فانكشن اوف اس، يعني عندك اس بلس اس سكوير ده مثلا طالعه في الاخر، او عندك 5 او عندك 0، هيطلع لك الكي دوت بيساوي، يعني في حالتنا ديت، في حالتنا دي يعني الكي هيساوي الري فاضيه علشان مش طالع لك كي خالص. ف خلينا نشوف السينتاكس بتاعه بيبقى عامل ازاي. ماشي، احنا عندنا مثلا فانكشن، خلينا نكبر ده كده. ماشي، يعني احنا كاتبين هنا نيجاتيف 4s بلس 8 داشات و اس سكوير بلس 6s بلس 8.
طب ماشي، احنا عاوزين نطلع ال R وال K، ال R وال P وال K. هناخد ال output بتاعهم ازاي؟ هناخده على شكل array. array فيها ايه؟ array فيها R P K. R P K دول ده معناها ان ال outputs بتاعت ال function دي هتسيف، ال R هيتسيف في اول واحدة، وال P هيتسيف في تاني واحدة، وال K هيتسيف في تاني واحدة. طب انا لو عكستهم، لو انا حطيت هنا K مثلا وهنا B، هيطلع لي ال P محطوط في ال K. يعني انا لو جيت هنا عملت كده K P، اللي هيطلع لي في ال K هيبقى هو ال P، واللي هيطلع لي في P هيبقى هو ال K، لأنها بترجع ال elements بالترتيب بتاعهم، ما بترجعهمش بترتيب مختلف، يعني ما بترجعهمش بالاسم. فاحنا لازم ناخد بالنا ان احنا نعملها R P K. نقوم جايين كاتبين ال residue، ماشي residue، نقوم حاطين أول array. أول array عندي اللي هو negative 4 و8 كومة، تاني array 1 6 8. ماشي، انا عاوز دلوقتي اشوف ال R وال P وال K، فانا مش هحط السيمي كولون بتاعي. اجي هنا واقوم عامل run section. سوري، دول المفروض ان هو ان دي المفروض انها array، انا نسيت احطها في array. ماشي، ده يعني تاخد تو arrays، ده اول array وده تاني array. نعمل run section تقلي عليهم. ال R زي ما قلنا negative 12 و8، ال P زي ما قلنا negative 4 و negative 2، وال K برضو زي ما قلنا هتبقى array فاضي. طب ماشي، احنا كده حلينا مسألة باستخدام ال residue دي. خلينا نشوف بقى حاجة تانية. خلينا نيجي هنا نعمل section جديد، سيك 3. ماشي، بعد كده مفروض عاوزين بيج جديدة، مش مهم، خلينا هنا في البيج العادية. عاوزين نحل ODE، عاوزين نحل Ordinary Differential Function. ماشي، نحل ال ODE ديت ازاي؟ عندنا في الماتلاب function اسمها ODE45. ايه ODE45 دي؟ دي طريقة لحل ال differential equations. طب ماشي، هحل ال differential equations ازاي؟ ان انا هدخل ال ODE45 دي dy by dt، او يعني ال او y dash او y dot او ايا يكن، هدخل لها حاجة اسمها t span. تي سبان دوت اللي انا هكامل على اساسه. يعني انا عندي واي داش، انا هكامل منين لفين؟ انا هكامل مثلا من 0 ل 5، فاحط تي سبان كده في الري، اقول له من 0 ل 5، او يعني من 0 ل 100، من 5 ل 20. وهنا احط انبوت اسمه واي 0. واي 0 دوت الانيشال كونديشن بتاعي، يعني عند يعني عند تي ب 0، يعني عند تي سبان مثلا هنا، يعني خلينا نحط مثلا تي سبان 3 و5، فانا هكمل من 3 ل 5. فانا هنا عاوز اعرف واي عند تي 3 تطلع بكام، وفي واي 0 ده الانيشال كونديشن بتاعي عند اقل تي. فهنا مثلا هيبقى عندي واي اوف 0 كده يعني. وهنا المفروض واي داش دوت انا بحط هنا حاجه اسمها هاندل تو فانكشن. لو احنا خدنا يعني لو حد هنا اخد السي قبل كده، سي كان فيها حاجه اسمها بوينتر تو فانكشن. البوينتر تو فانكشن دوت كانت الفانكشن بتبقى اوريدي متعرفه. يعني انا عندي انت مثلا دبل او كده يعني، وباخد انت اكس، فانا كان بيبقى عندي مثلا pointer to function دوت، كنت بقول انت ستار بي انت بتساوي دبل.
فانا كنت يعني كان بيبقى عندي المكان بتاع الفانكشن نفسه موجود، كنت بحطه في بوينتر. المره دي لا، المره دي احنا هنعمل حاجه اسمها انونيموس فانكشن. ايه الانونيموس فانكشن دي؟ ان انا مثلا يعني انا فانكشن، لو انا عاوز في ماتلاب اكتب فانكشن لازم اعمل لها ام فايل لوحدها، ولازم اكتبها بسنتكس معين. هنا لا، يعني هنا انا اقدر ان انا اقول اف بتساوي ات دي دوت معناه handle to function. handle to function دوت معناه هو البوينتر تو فانكشن، يعني انا برجع بوينتر للمكان اللي الفانكشن ده مكتوبه فيه، بس في نفس الوقت انا ما كتبتش فانكشن اصلا، يعني انا لسه هكتبها هنا. وبعدين بعمل هنا بحط الانبوتس تي مثلا واي، ان انا عندي دي واي اوف تي، وباجي هنا اسيب سبيس واقوم قايل 2 مثلا في تي. دوت معناه ايه؟ ده معناه ان اف دي بتساوي 2 تي. طب تاني انبوت دوت معناه ان واي اوف تي، يعني انا عندي واي ديت فانكشن في التي نفسها. طب ماشي، خلينا نجربها، خلينا نجربها هنا الاول في حاجه سهله. يعني انا عندي ممكن اقول اف، خلينا الاول نعمل كلير وسي ال سي. ممكن اقول اف بتساوي ات تي 5 في تي، فهو قال لي اف دوت فانكشن هاندل. ففانكشن هاندل دوت يعني انا كتبت الفانكشن في مكان وخزنتها في فاريبل. انا عندي variable شايل function، فانا هاجي هنا مثلا اقول اف 5، هقوم قايل لي ايه 25. 25 دوت عمل ايه؟ هو خد الخمسة دي حطها مكان التي هنا، فضرب 5 في تي فطلع لي 25 عادي جدا. ف هنا مثلا علشان نحل باستخدام او دي اي 45 لازم ندخل هنا handle to function. فخلينا مثلا نحل، انا عاوز ازود صفحة، ازود منين؟ من هنا. خلينا نحل ان واي داش بتساوي 2 تي، وعاوزين نكملها مثلا من 0 لـ5، وعاوزين ال initial condition بزيرو. فهنيجي هنا نقوم قايلين ايه؟ احنا على فكرة انا نسيت اقول ODE 45 دي بترجع ايه؟ ODE 45 دي بترجع array. الاري دوت فيه ال T وال Y. T و Y دول ال ايه؟ T دوت اللي هو ال X axis بتاعي، وال Y دوت اللي هو ال Y axis. دي اللي هي ال function نفسها، ودي ال variable نفسه. فانا هنا مثلا رجع لي ال variable ده من 0 لـ5، يعني طلع لي بستيب معينة هو محددها عنده عادي، وستيب حلوة وتمام أوي اللي هو مطلعها من ODE 45. واي ديت اللي هي الفانكشن نفسها اللي طالعة لي. فيعني احنا عشان نحلها، يعني خلينا نحلها كده الأول. احنا عندنا واي داش بتساوي 2 تي، ف واي هتساوي تي سكويرد بس. وال initial condition بتاعها بزيرو، يعني احنا عندنا t squared plus c، فهنعوض 0 و 0 plus c، فيطلع لك هنا ال c بتساوي 0، ويطلع لك ال y بتساوي t squared. فهل هيطلع كده؟ خلينا نشوف. فنكتب هنا مثلا t y بتساوي ODE 45، خلينا نحط سيمي كولون ما نساهاش علشان ما يطلع لناش ارقام كتير. وال ODE function هندخله ال ODE function بتاعتنا الاول اهي، ادي ال at t y at t y، وبعدين نقوم جايين هنا كاتبين 2 في t. ماشي، 2 في t دوت معناه عندي ان y داش، خلينا نكتبها هنا في كومنت، y داش
equals 2t او y dot يعني علشان dot function time. بعد كده ال span بتاعتنا ال t span ديت اللي هي ايه ال اقل value لل t واعلى value لل t. فيبقى عندنا 0 كوما 5 وبعدين ال y 0. ال y 0 عندي ب 0 تمام. اجي هنا انا عاوز ارسم الكلام ده plot t y نقوم قايلين run section. طلعت لنا هي عادي جدا لغاية 5 طلع 25. طب ليه طلع 25؟ عشان عندي تي سكويرد يعني تطلع 5 × 5 = 25 بس كده. هي دي ال ODE 45 يعني. في برضو حاجة كمان كنت عاوز اوريها لكم ثانية. الفيديو ده اتاخد 20 دقيقة. اوكي في حاجة كمان في الماتلاب بقى بعيدا عن السكشن ده يعني clear CLC. في حاجة اسمها symbolic toolbox. symbolic toolbox symbolic toolbox ديت بتخليني اكتب معادلات، اكتب differential equations، احل differential equations باستخدام symbols. يعني ايه باستخدام symbols؟ يعني انا هكتبها له y، انا هكتبها له y. فخلينا نشوف مثلا هنتعامل بيها ازاي. في الاول احنا عاوزين نعرف لازم نعرف الاول يعني قصدي السيمبلز بتاعتنا. فاحنا عندنا ايه؟ عندنا واي وتي. طب هنكتبها ازاي؟ مش هنكتبها واي وتي، هنكتبها سيمز واي ده function of t. نقوم دايسين انتر. فهو هنا المفروض هو بياخد وقت سيكا بس هيعرف لي symbol اسمه y و y دوت عبارة عن function of t. ياخد وقت ثانية. تمام. بيسجل. بيسجل دلوقتي. هو المفروض اهو عرف لي تي دوت. تي دوت بالنسبه لي سيمبل، واي دوت سيمبل فانكشن. يعني ايه سيمبل فانكشن؟ يعني انا عندي سيمبل اسمه واي ده فانكشن اوف سيمبل تاني اسمه تي. فهو بقى سيمبل فانكشن. عاوز اجي بقى بعد كده اكتب حاجه اسمها ايكويشن. يعني انا عندي الايكويشن بتاعتي عاوز اسيفها في فاريبل. انا عاوز اقول ان واي داش بتساوي 2 تي. اجي هنا اقول له ايه؟ اقول له equation بتساوي def y equals 2 في t. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي def y دوت. دي على فكرة function تقدر تستعملها انك تعمل symbolic differentiation. لو انت عندك function معينة وحاطط ال symbol بتاعها تقدر انك تعمل كده. فانت عندك def y بتساوي 2 في t. def y ديت معناها y داش بس كده. اقدر هنا نجي اقوم قايله دي solve equation ده center. هيطلع لي الانسر بتاعتي اهي موجودة t squared plus c1. طب دي سولف ديت انا اقدر احط لها كونديشن في الاول. يعني ايه اقدر احط لها كونديشن في الاول؟ يعني اقدر ان انا اجي هنا اقول كونديشن، اعرف variable تاني اسميه كونديشن او ما قايله كونديشن بيساوي y of 0 equal 0. فانا بقى عندي كونديشن اهو. اقوم جاي اقول له دي سولف equation كونديشن ام داس انتر. فطلع لي الانسر على طول اهي تي سكويرد عادي جدا. ف بس كده ده كل اللي انا كنت عاوز اوريه ودوت كل اللي اتاخد لغايه دلوقتي في الكنترول في اللابس يعني. وبس كده.
شكرا جدا.